بتعمل ايه يا كبرني؟ في ايه انا بتتفرج على ايه؟ بتفرج على ديني. نجر من هنا. حاضر. انا مش عارف احنا في كفر ميت كنافه ولا برنامج الراقصه. كل اللي يخش نقعد نعمل عكيده. يلا انا نجر من هنا. روح اعمل لي الشاي. هعمل لك برات شاي من الكبير قوي. البلاوي انت عايز تفرت. تعال يا حاجه نقعد هنا شويه. ما تحزنش نفسك. والله حزين. اعمل ايه طيب؟ لا اوعى تحزن نفسك ليه؟ والله هنحزن كلنا. هنعمل ايه؟ لا ثانيه واحده يا حجي، لان الموضوع صعب. لازم ندرك ان الموضوع صعب، تمام؟ فلازم ايه نتذاكي ننزل صب، تمام؟ عشان ايه يعني اظبطي زوايا واتزان معايا وايه كده يعني. ننزل مره واحده. ننزل مره واحده عشان ما حدش يجي على التاني، عشان انا اللي هخسر في الموضوع ده. ماشي. بص انا هاخد كده يعني. انا ابقى الوضع دي ماشي. وانا ماشي, ماشي ربنا يلا. واحد اثنين ثلاثة. فين بقى بعيد اهل البلد؟ ايه يا عمدي؟ ايه في ايه؟ جايين جايين جايين. ايه الحزن دي؟ اهل البلد فين؟ اه يا ليل يا قمر والفرقة باضت على البقر. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. سلام عليكم. انتوا من ده جراه يا دي عربي. كتر السلام يا لي المعرفي. ما انا مش عايز اعرفكم تاني. سلام عليكم. سلام عليكم. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. ما خلاص يا دي عبد الرخمي. ماشي ماشي يا سلام عليكم. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. طب ايه دي؟ فين جلاب العمدة هو؟ جاي دلوقتي. فين؟ طب انتوا جايبيننا ومصحينا بدري ليه؟ انا كان معايا واحد هنا راح فين؟ ايه دي؟ يا محمد. لا مش محمد. لا يا متولي خو. عايز اعرف مصيبه ايه وكارثه ايه ونكبه ايه وغرا ايه. حصل ايه وغرا ايه؟ جايبيننا هنا ليه؟ ايه اللي حصل؟ يكون العمده اتعلم سحبه مايكل مثلا وعاوز يوريها لي. العمده اتفه من كده. امال جايبيننا ليه؟ والله ما اعرف. السلام عليك. مش عارف والله. انا مش عارف. حاجه تضايق. معلش معلش. انت راجل شاعر. انت ايه اللي يضايقك؟ ما هو انا كنت لسه قاعد بكتب قصيده جديده والالهام لسه جاي عليا. واول لما الالهام جه قالوا لي تعالى العمده عايزه. الهام الهام وجاي. الهام ربنا عمره ما هيكرمك طول ما انت بتاع نسوان يا ولد. نسوان ايه؟ الهام يا بتاع الهام. يلا الالهام دي الافكار اللي بتيجي. وكمان افكار. ياد بقيت عامل زي المصاصه من كتر النسوان يا ولد. والله حرام عليك اتمصيت. سلام عليك. الالهام والافكار دي المشاعر اللي بتيجي الواحد كده عشان يكتب القصيده. الوحي. قول الوحي. انتوا الشعراء تقولوا كلام. احنا ناس تافهه ما نفهمش الكلام ده. ايوه انا راجل شاعر وفنان. طب ما تسمعنا حاجه. هنا كده المناخ مش مناسب يعني. لا 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 المناخ حلو وجميل والله. قول. انا هقف اقول شعر قدام بيت العمدي؟ يا راجل العمده راجل هايف. قول بس. طيب كتبت حاجه كده بتقول ايه؟ نقول تاني. انت قلت اول. انت قلت اولان. يلا انتهطل. ما هم بيقولوا كده. مالكش علاقه بيهم. نكون احنا متجددين. ماشي. قول يلا شعر. اسمع دي كاتبها لبلدنا ميك كنافه. يلا بتقول ايه؟ ميك كنافه يا ميك كنافه اديني حته بلا سخافي. نقول تاني. انت هتحفظهاني؟ ما انت قلت بزفت ميك كنافه يا ميك كنافه هات حته بلا سخافي. بتقول تاني ليه؟ عشان عايز حته تاني. انت شاعر من نوع الطماع وهتقرفني معاك. طموح.
طموح كمل يلا زفت الشعر دي. يعني ايه تبقى بلدي 100 كنافة وانا ما دقتهاش؟ يعني ايه لحد النهاردة ما روحتش البلاش؟ يعني ايه كاميرا موبايلي من غير فلاش؟ والله انت بتقول اي كلام، ما هو الكلام ببلاش. يعني ايه تبقى بلدي 100 كنافة وكلها قلاش؟ يعني ايه احنا الشباب وبيطلعونا على المعاش؟ عمار يا با. حلوة دي، شعرك حلو والله. يا لفي ايه ده، انت شعرك بس ده للطبقات الراقية، احنا عايزين شعر للناس التافهة الهايفة اللي بيدس على بقهم بالجزم دول. ايوه عارفه، الناس الحقيرة. ايوه خد دي يلا. بلدي 100 كنافة جوه الصينية محصورة، معذورة، شطورة، أموري، بص العصفورة اكلتني التطورة، تعال ناخد صورة يلا. يا سلام عليك وعلى شعرك، الله يلعن بيت شكلك. شكرا. ايه دي شعرك جميل قوي يا ولد. بقول لك ايه، انت المفروض تكتب لكبارات المغنيين. طب ما انا بكتب لكبارات المغنيين. ايه ده، مين بتكتب لمين؟ بكتب لعمرو دياب. عمرو دياب؟ اي لا، وسعت منك ودلدقت ومالت الحته ذروتك. والله بكتب لعمرو دياب. والله وسعت. بتكتب له ايه؟ كتبت له الاغنيه اللي هي بتقول انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. اه عارفها دي، عارفها. انا جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه، انا جرالي ايه، انا جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه، جرالي ايه، انا جرالي ايه جرالي ايه جرالي ايه. الله اكبر. جرالي ايه؟ انت اتهبلت حبه بس، معلش. ايه ده، في ايه؟ انا اللي كتبتها له. آه. وعلى فكره اشتراها. ما هو من زنك. ما انت عملت له جرالي ايه، ادي جرالي ايه، ادي جرالي. ما هو لازم الراجل يتقرف منك وياخد الاغنيه. ما هو فيه اقراف. قعدت طول الليل اقول له جرالي ايه جرالي ايه، قال لي فيه ايه، قلت له خلاص يا عمرو ما حصلش حاجه، اهو ليل وعد ليل وعد ليل وعد وراح، ليل وعد ليل وعد وراح. خد الكبيره بقى. ايه عمرو جالي قال لي انا عاوز اغنيه جديده، قلت له انت تامرني، كان واقف هنا وانا واقف هنا. اه قلت له عمرو روح اقف هناك، راح. قلت له انا ديك تعالى، انا ديك تعالى، انا ديك تعالى، تعالى بدارك يا اخوي، تعال تعال ما بنخافش يا عم، تعال تعال. في ايه؟ جه راح مشتريها على طول. ما انت عمال تزن على الراجل، تزن. ده انت شعرك من نوع المقرف يا ولد. بس بقول لك ايه، انت تعرف اني المفروض والله لو العمدي اخليك ايمن بهجت قمر. اه بس انت مش العمدي. يلا ما حرام عليك، كان نفسي ابقى العمده والله. صعب تبقى العمدي. ليه صعب ابقى العمده يا راجل؟ ما تزعلش يا راجل. عاوز تبقى العمدي؟ اه اقول لك انا، انت تصحى بدري وتروح السجل المدني وتغير اسمك، تقول لهم انا مش عاوز ابقى عربي، هسمي نفسي عماد، وانا هدلعك، اقول لك ازيك يا عمدي، عامل ايه يا عمدي، رايح فين يا عمدي، جاي منين يا عمدي، جرالك ايه يا عمده، شفت جرالي ايه يا عمدي، شفت جرالي ايه، انا جرالي ايه، جرالي ايه يا عمدي، انا جرالي ايه. اسمعك جرالي ايه؟ جرالك ايه؟ اسمعها لك؟ ما تقرفناش بقى، يا في ايه؟ اه جايبيننا هنا ليه؟ سلام عليك. انا مش عارف والله جايبيننا اللي جايبنا ليه يا شيخ البلد، طالما ما فيش في البلد غيرني. بس يا هلا شو هتعرف؟ شو هعرف؟ طب لو انت راجل قوم لي يا عمدي. ايه دي؟ ده بيهزاك يا شيخ البلد. لا ده انا هقوم اديله على بوز. قوم له وربنا هقوم لك. لو انت راجل قوم لي يا بقلص. بقلص؟ اه بيقول لي بقلص يا ماما نجوي. معلش ده انا هقوم اديك بالكتانيل اللي على بوزك. ايوه قوم له. هقوم له. قوم له وربنا لا قوم له. ما